نوري، أنا أريد أحكي وياك في هذا الموضوع. إيه أنا أحكي. أنا أريد طفل. ما افتهمت، تريدين طفل؟ شلون يعني؟ أريد أتبنى الطفل، يعني التبني. تتبنين؟ شوفي عيني، أنت عندك بنية وأنا عندي ولد، ترى إحنا اثنيناتنا عندنا جهال. لا نوري، هذول إيش قد صار طولهم؟ أنا أريد طفل صغيرون حتى يسوي صوت بالبيت. عيني لينا افتهميني، تربية الطفل ترى مو سهلة، وإحنا ترى كبار بالعمر مو صغار، شلون حندبر تربيته؟ أنا صار لي هواية أدرس هالموضوع، أريد أتبنى الطفل. والله ما أعرف شو أقول لك. نوري صدقني حياتنا راح تصير بعد أحلى. عيني استاذ نوري، استاذ نوري، لا انت اليوم مو على بعضك ابد، ضايج من شي؟ اي صدق عمي نوري، ايش صاير؟ خير؟ اشو انت اليوم مو على بعضك؟ اخاف انت خسرت بليا نصيب. والله يا ريت لو خسران بليا نصيب. ايه حسيت نجاة، لينا تريد طفل. شلون؟ ايه حلو، تريد طفل؟ ويلي اخوي احمد، يلا مبروك، راح يجي لك اخ. هاي انت جديد تقول عمي نوري؟ خالالينا شلون تريد تخلف طفل؟ يعني ما دافتهم ورا كل هذا العمر تريد تخلف طفل؟ عاد مو لهالدرجه يا عمي. لك سنان لا صير ادبسز، ما تريد تخلف، هي تريد تتبنى طفل. اها تريد تتبنى طفل. الله الله، يعني تتبنى طفل؟ ها يا عمي ماكو داعي، اني موجود، اتبنوني، اشواني كامل مكمل، انطوني اكلي وشربي وتحطون كم فلس بجيبي وخلص. لا تشاق هالشقة هذا. افتهمت؟ لا عمي انا كنت اشاق وياك بس. شش سنان اسكت كافي. زين انت جد تفكر بهالحالة؟ شنو جد افكر ست نجاة؟ يا اني بهالعمر اقعد اربي طفل؟ مستحيل. عمي نوري عندك بس حل واحد، اني عندي صديق بالمدرسة استاذ جميل، عنده ولد مشاكس كلش، وانت هم لو تجيب مثل هالولد الست لينا راح تبطل تتبنى طفل وما تفكر ابد. عندي خطة تخبل عمي نوري. شنو يا بالله؟ قرايبي عندهم ولد عمره 7 أو 8 سنين، اسمه ضرغام، بس شلون ضرغام؟ ما يقدر يوقف بمكانه، يعني مثل اللي قال عليه هذا ابن صديق استاذ محمد، نجيب الست لينا على اساس تتبناه وراح تشوف دقيقتين تبطل تتبنى طفل اصلا، وتتوب من هذا الموضوع من اساسه. شلون يصير؟ اهل الولد ايش حيقولون؟ يصير عمي يصير، ماكو شيء ما يصير، انت بس تدفع فلوس وما لك علاقه. فلوس ايش؟ اي هاي الفلوس خو ما الي يا عمي، انا اريد فلوس لاهل الطفل. ايش قد؟ والله 500,000 تكفيني، يعني اقصد تكفي اهل الولد. سنان انت بس خلصني من هذه، انطيك مليون وحلال عليك همينه. مليون؟ الله، لا عاد اعتبر الشغله صارت عمي، انا هسه اروح اجيب ضرغام. ركض ترغام ترضرضرغام ترنرنرنرنرنرنرنرن. يا الله استاذ نوري الخاطر الله، انت شلون تثق بخطه سنان؟ والله ما اعرف ست نجاة، اجرب، المبلل ما يخاف من المطر. سنان انت بعدك تتذكر هذا المكان؟ اعرف شيرين اعرف، فوت جوا خلينا نسولف جوا، امشي. حتى حنين هم تقول اي والله ما قدرنا نزور هالشيرين، بس شو نسوي تدرين اشغال وما اخذتنا الحياه، فما صار مجال نجي عليك والله العظيم. كنت اريد اسالك وين هذا ابنك المشاكس الوقح؟ طلع موجود بالبيت. شنو كسرت؟ ايش هالبلوه؟ لك هلا، شنو هالحاله؟ ايش قد وقح انت؟ ايش سويت؟ يوما انا شعلي انت حاطه الكريم فوق، واني من نزلته وقع على شنو؟ وقع باللبن وانطش علي. تعال حبيبي هنا، أنا حبيبي ضرغومي، تعال تعال، يلا اعتبر نفسك خيار وانطش عليك لبن وصار دجاجيك. يا الله خلصني من هالولد، كافي عاد. دقيقه شيرين لا تقولين هيجي، انا راح انقذك، اصبري شويه. شلون يعني؟ شوفي هسه مو عطلت المدارس، أوس هم قاعد بالبيت وحده، فأني شو أقول؟ أقول خلي ناخذ ضرغام يمنع البيت، يتونس ويا أوس، يتعرفون، يلعبون، شو تقولي؟ كلش حلو سنان، إذا تريد خلي يظل يمك أسبوع، ولا أقول لك خلي يظل يمك شهر إلى أن تنفتح المدرسة. لا شيري لا، ما يحتاج هالقد أيام، يوم واحد كلش كافي، يلا قومي غسلي وجهي حتى أخذه وياي، يلا بسرعة. لا ما أريد، أنا ما أروح يمهم. لا حبيبي لا تقول هيك، إذا تجي أشتري لك حتى طوبة، وقريقر همين. توعدني؟ وعد. Ah!
لك هاي سويت انت ها؟ لك جحش انت. شوف الضرغومي اشتريت لك طوبة وكومة ألعاب. لعد ايش عبالك انت؟ عبالك عمك سنان قفاص؟ عمو سنان؟ ما دام انت مو قفاص، لعد ليش بابا يقول لك قفاص؟ ابوك يقول علي قفاص؟ ايه؟ يعني اخوي حقي يقول علي هيك مو؟ بسيطة حقي بسيطة. يلا على العموم ضرغام انت ما عليك منهم، انا وانت هسه نسوي اتفاق. تمام؟ ايش عمو؟ اتفاقية ومعاهدة بيني وبينك. شوف بالمكتب اكو واحد يسموه عم نوري، عنده مريه اسمها لينا، اليوم انت راح تبات يم خالتك لينا. تمام؟ افتهمت؟ على اساس ابقى يمكم نلعب انا وانت بالطوبة سوية؟ لك لا ضرغام ابني، بس اليوم انت بس اليوم ابقى يمهم، وهناك تقدر تصير وكح شقد ما يعجبك. يعني شنو شقد ما تريد يم خالتك تصير وكح صير. انا ما علي اصلا، انا وكح وين ما اروح اسوي مشاكل. لك برغومي انت هناك حتى اذا هدمت للبيت فخالتك لينا ما راح تقول ايش. يعني حتى لو كسرت جامس عادي؟ لك مو بس الجام، لك انت حتى اذا كسرت راسهم هم ما راح يحجون اي شيء، بالعكس راح يشترون لك النوب العاب. صدق راح يشترون؟ لك طبعا يشترون، وهمين يشترون لك اغلى لعبه تكون بالسوق. اتفقنا؟ تمام لعد اويلي. ايش يصير؟ العفو اخوي، ممكن تشمر لي الطوبه؟ امشي لك، امشي امشي ضرغام، راح فلش راسك يا جحش.